عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت حمير كريم؟ أي نعم، حمير هذا السب، هذا بالبداية البث مو مشكلة. لا، أتكلم معك بوضوح، أتكلم معك باحترام. هو شوف، أنا كنت يعني أنا صار لي فترة ما أطالع وياكم، صار لي أسبوع جيد. طلعت أمس، حطيت رجلي بعائشة وبأمهاتكم، حتى أعطيك إياها بلهجة عراقية. الحج العراقي الآن من يسمعني يرتاح، ما يبارد على قلبه. أمس حطيت رجلي بيكم وبربكم، تكلم. اليوم آثار رجلي وصلت لكم. اسمح. اللي من بداية البث إلى الآن زبزبون، ليش؟ لأن أمس 3 ساعات ونص أنا حاط رجلي بيكم، بآبائكم، بأمهاتكم، حاط رجلي اثنيناتن بعائشة طبعًا، هاي ما يحتاج. فاليوم أنتم حسيتم رجلي وصلتكم، الألم بدأ الآن، بدأتم تستشعرون الألم. بدأتم جمهور قناة المنتقم حط طبعًا، جمهور أيضًا يساعدني، أنت تدري أنت ريول اثنين ما يكفن، نحتاج ريول كثيرة. فريول جمهور قناة المنتقم عليه السلام هم حطوها بيكم وبأمهاتكم وبخالاتكم وبعائشة عرس رسول الله وبحفصة وبكل معمم شيعي مقصر. تك نحط رجلينا بيكم، ما عندنا، احنا ما عندنا مانع، يعني ماكو مشكلة. طبعا هي بركة، تدري انت هذا بركة، بالحين ترى يعبدون رجلين. المهم ما يصير تبدي برن اتصال بالسب، اللي راح ازف رب ربك ما اتركك. اي علي العظيم قندرة على ربك. اي فانا الان راح اسالك سؤال، بما انه انت بديت تتجاوز. العلي العظيم، انت جنابك الكريم تقبل بامر العلي العظيم اختك تعلمني كيفيه دخول ذكر الرجل في فرج المراه كما علمت عائشه ابو موسى العلي العظيم حينما دخل عليها وقال لها نسالك عن العلي العظيم كيف الرجل يدخل ذكره، وقالت له أن يضع الرجل الختان بالختان؟ إنها تعلم كيفية إزالة الجنابة. إزالة الجنابة، تعلم كيفية إزالة الجنابة. ليس إحياء في الدين، كاين أشيخ ولا ما كاينش. هل تقبل على أختك أن تعلمني إزالة الجنابة؟ نعم، لأنت لا تعرف أنت كافر، ولو ما كان إنسان رجل ليعلمك في الدنيا، ولو ادرأنا لأن أختي تعلمك، أنا أسامحها تعلمك كيف تزيل الجنابة. أي نعم، ما معنى لا يوجد رجل؟ يعني أنت تقصد 140,000 صحابي رضي الله عنهم طيح الله حظهم لا يعرفون حكم إزالة الجنابة، معقولة؟ ما يصير هذا طعن. أنت تعرف شيخ، أنت تعرف هذا طعن بفرج عائشة. كانوا في غزوات، كانوا يخرجون في، هو كانوا في غزوات 20 سنة، يجاهدون 20 سنة الله. يا علي بن أبي طالب 20 سنة ما يجامعون نسوانهم، ولا زلم آخرين يجامعوهن؟ اسمح لي شيخ، اسمح لي أتكلمك بصراحة. لا، أنت تفتهم الجملة اللي قلتها ولا لا؟ لأن قوية. أي جملة أعيدها، الجمهور يطلب إعادة. أنت تقول كانوا يعملوا غزوات، صح؟ نعم جيد، نعم. 20 سنة ما كانوا يجامعون نسائهم ويحتاجون يزيلون الجنابة، ولا في أناس يجامعون نساء الصحابة؟ جديد، هو كان الإسلام جديد، واحد الدين جديد، كان باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لا يعرف أحد أي شيء على الإسلام. بعدين عرفه بعد سنة، سنتين، 3, 4, 5, 10 بالمدينة. 24 سنة، 24 سنة. أها، أي انتشر الإسلام وعرفهم حكم المني. وفي صحيح البخاري ومسلم أبو هريرة. نعم، كيف يعرفون الإنسان، البشر كيف يعرفون ذلك الأسئلة، وكيف يطبقون الإسلام بشريعة صحيحة؟ هو بشريعة صحيحة، هو نبيك يعلمهم، يقول المن اللي يطلع من عندك بعد ما تخلص مع الموحدة عند الكعبة اغسله، هي واضحة. لا، هذا كذب، تكذبون أنتم الشيعة. أنا هذا كذب. هو شنو كذب؟ أتكلم هذا كذب، تكذبون. أنا أتكلم نبيك يعلم الناس، يعني مو شيء صعب. كيف تقول نبيك وليس إنه نبيك أنت؟
شلون هاي موسيقى اليوم 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 طالبيني انت مش هنا طالبيني اليوم طالبيني عرس اي والله طالبيني اخواني طالبيني عريس على اخواتهم الأمة. يبا معلي يعني انا صار لي 90 سنه اسب صلى الله عليه وسلم 90 سنه اقول نبي يختلف عن نبيكم اليوم انتم جايين تردون تسوونهم واحد انت صاحي هذا مو موضوعنا اي نبي انا اعرف ما عليك بي بعدين اسالني بعد ما ننتهي النقاش من نبيك نبيك في صحيح البخاري ومسلم في روايات علم بعض الصحابه علم عندك نبي وحدك انت مثلا عندك نبي وحدك مثلا مثلا علم ابو هريره علمه وقال له اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ابو هريره راح نشر المعلومه والدليل نعم. أن أبو موسى نعم. الأشعري حينما ذهب لعائشة بطريقة بطريقة الأوفسايد ودخل عليها وكانت هي ما لابس الباس وشاف مؤخرتها أبو موسى الأشعري جاء من معركة المهاجرين والأنصار والمهاجرين كانوا يقول إذا إنما الماء من الماء والأنصار كانوا يقولون إذا خالط وجب الغسل كيف عرفت على الإسلام؟ لك اسمع من نعلى على رب أمك عائشة اسمع الأنصار كانوا يقولون إذا خالط وجب الغسل وهو القول الصحيح يعني الأنصار كلهم يعرفون الحكم الصحيح ليش أبو موسى الأشعري يعرف حكم المني من عائشة أنت 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 كذاب أنت كذاب والله يا شيخ والله يا شيخ أنت كذاب أنت في ترابر والله هاي حلوة هاي أبو موسى الأشعري في الرواية المشهورة التي فجرتها على أمة الصلاة صلى الله عليه وسلم التي قال فيها اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فقال المهاجرون مضمون الرواية إنما الماء من الماء وقال الأنصار إذا خالط وجب الغسل بالله بأي نعم إن شاء الله هذا القول الثاني هو الصحيح أن مجرد المخالطة وجب الغسل اللي شرحته عائشة هذا يعني ماذا؟ يعني أن جميع الأنصار كانوا يعلمون حكم المني فالآن نرجع على أختك الكريمة فأنت لا مشكلة لديك أن يجنب رجل عند أختك وأختك تعلمه فرك المني كيف قلت لك كيف إزالة الجنابة فأنت لا مشكلة لديك أن يجنب رجل عند أختك الكريمة وتعلمه كيف لا لا يجنب لا يجنب عند أختي الكريمة الذي يجنب يجنب عندكم أنتم اللي عندكم المتعة نحن ليس عندنا متعة ليس عندنا متعة نحن ليس عندنا متعة عندنا دين بصفاته بأنه بيتعلم يوما بعد يوم يوما بعد يوم طيب هذا يوما بعد يوم يتعلم هو كتكوت عائشة تأخذ صغير غلام يدفع وتربيه أي طيب هذا أن رجلا نزل بعائشة مو أجنب رضي الله عنه وأرضاها أي لعنة الله عليها هذه رواية أن رجلا نزل بعائشة فأجنب يعني أجنب نعلة الله عليك هذا اللي تقوله هذا الذي أقوله إيش عفوا ماذا هذا الكلام الذي تقوله أنت أتبرأ منك حتى يوم القيامة أمام الله وستحاسب عليه لا 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 على على ما على شنو الآن أطلع لك الآن أطلع لك يا من كتبك تفضل ادخل على جوجل تفضل ادخل على جوجل ادخل على جوجل لو سمحت ادخل اكتب اكتب صحيح مسلم باب حكم المني طلع 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 اقرا اول طلع رواية انت. اقرا انت طلع انت انا كتبي لا 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 انت اقرا انت اقرا لي انت انسان ثقه انا رافضي اكذب ممكن لو سمحت فانت قراني يلا اقرا اول روايه حدثنا يحيى بن يحيى بصوت عالي بصوت عالي اقرا راح يكفر بربه اقرا بصوت عالي اقرا بصوت عالي
نسمع الرواية، اقرأ بصوت عالي لو سمحت. يلا حدثنا يحيى بن يحيى. تتكلم معي؟ اي معك، اي تفضل اقرب صوت عالي. اقرا انت، انا ما عندي لا كتاب لا جوجل، ما عندي والو في امامي. تفضل افتح الميكروفون الخارجي للهاتف وادخل على جوجل وراح تسمعني. ليس عندي جهاز. والله الروايه طلعها قسما بالله وقراها وراح. الآن جالس يكفر الآن جالس يكفر بسننه صلى الله عليه وسلم، الآن جالس يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما عندك جهاز ثاني أعلمك تكنولوجيا، مو مشكلة، أنتم السنة أغبياء طوفون حول غرفة فارغة مخابيل. تفضل افتح الميكروفون الخارجي راح تسمعني وادخل على الجوجل. تفضل يلا اكتب صحيح مسلم باب حكم المني. يلا اقرا اول روايه. هذا في جهاز ثاني جالس يرن. كذبه، ربكم واحد كذاب وسخ. يقول كيف وسخ؟ انا اتكلم معاك. اصبر يلا. يقول ما عندي جهاز ثاني، هذا الان عنده جهاز يرن. انا اصبر دين وسخ مبني حول الطلب. صحيح مسلم. أي صحيح مسلم. اي باب حكم المني، باب حكم المني. اضغط على الرابط اقرا اول روايه. حدثنا يحيى بن يحيى. باب حكم المني، الحديث صحيح مسلم. حدثنا محمد ابن بشر عن عمرو بن لا. ميمون لا. قال سألت سليمان بن يسار. لا ليس هذا. عن لا. المني. لا لا لا. اقرأ الرواية الثانية. اقرأ الرواية الثانية. فين يحيى بن يحيى. أيغسله أم يغسل الثوب؟ اقرأ رواية. أخبرتني عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل. طيب اقرأ الرواية الثانية. اقرأ الرواية الثانية. اقرأ الرواية الثانية. يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى. قراها. فين كين فين؟ ما كاين والو، هذا الكلام اللي انت تقوله ما كاينش. حدثنا يحيى بن يحيى، ما كاينش، لا يوجد، يعني ما طلع لا يوجد ما طلع لك، ما طلع لي هذا الحديث. ما طلع لك هذا الحديث. هو اول حديث، هو اول حديث بالباب بعدما اتصل بي ملايين المتصلين وطلعوه بنفس الطريقه اللي اعطيتك اياها. إلا أنت، إما ملايين السنة كذابين أو أنت مسلم سني موحد كذاب. الحديث الذي أعرفه أنا هو إن الإسلام تسمعني شيخ؟ غير الموضوع، غير بخالتك. تسمعني شيخ؟ تفضلي يا سمعك. قلت لك إن الإسلام ليس فيه حياء، لا حياء في الدين، هذا الذي نعرفه نحن. طيب لا حياء في الدين. طيب اكتب مرة ثانية حتى نطلع لك الحديث. اكتب مرة ثانية. اقرأ علي الحديث. لا لا لا، الآن راح أخليك تكتب الحديث بالنص. الحديث من فضلك، أنا ما عندي جهاز لكي أرى الحديث. ما عندك جهاز؟ قبل قليل تكتب وين؟ بأمك عايشة. وانا كتبت في الجهاز ولم يخرج في التليفون، انا اتكلم معك فيه. أها. وادخل في الجوجل. اها طيب يلا ارجع اكتب مره ثانيه. اقول لك انك انت اي ارجع اكتب مره ثانيه. ارجع اكتب مره ثانيه. ارجع امام الله يوم القيامه. مو مشكله ان شاء الله تعالى. اكتب ان رجلا نزل بعائشه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه.
كذبة. تفضل اكتب أن رجلا نزل بعائشة. نالت الله عليك يا شيخ، أنا مؤدب، أنا رجل مؤدب وأنعلك حتى يوم القيامة. يعني لا يصح أن نقول أن رجلا نزل بعائشة، صح؟ لا يصح، لأنك أنت كذاب وتؤثر المشاهدين لكي يكرهوا الإسلام، يكرهوا الدين الإسلام، وأنت لست بمسلم، أنت أكثر من يهودي، أكثر من يهودي لأنك تنعل. طيب ممكن تجرب اكتب عليك إن شاء الله بإذن الله أن طيب بإذن برجلة مو مشكلة. طيب اكتب أن رجلا نزل، اكتب لو سمحت. اسمعني. لا ما راح اسمحك، احنا راح نكتم عليك الصوت وصوتك ما يطلع، يعني راح تتكلم مع مؤخرتك، جيد؟ فانت اسمع كلامي حتى صوتك يطلع بالشاشة، لان ما مضطرين نسمع كذبك كثر كذبك. فتفضل اكتب ان رجلا نزل. انت تبي تي مو مشكلة، اكتب ان رجلا نزل فقط في رسول، لا تكتب بعائشة، جيد؟ لا تكتب رسول وتشتمل الصحابة رضي الله عنهم أجمع. لازم يغير الموضوع، ما يقدر، لازم يغير الموضوع. تفضل اكتب ان رجلا نزل لكي تسب الصحابة. ما الهدف ديالك انت؟ ما الهدف؟ تسمعني ولا ما تسمعني؟ ما هو الأصل؟ ما هو الهدف؟ الهدف رواية أن رجلا نزل بعائشة فأجنب، حرام. هذا لو ما وقع. طيب العائشة، طيب اكتب بالجوجل رضي الله. طيب اكتب بالجوجل حتى نشوف وقع ولا ما وقع. كافرة كأنت على رب دينهم، مش قد متعبين، وصخين أبناء وصخين، نعلى على رب دينهم عليك يا شيخ. طيب أخي كريم، تفضل اكتب بالجوجل مرة ثانية. حرام. اكتب أن رجلا نزل بعائشة، عائشة رضي الله عنها، لعنة الله، تقوم هذا التي أنت تقوله. أي نعم، أحسنت. ممكن تسمع كلامي؟ ممكن حتى النقاش يستمر. غلق الخط. هو قرأ الحديث قبل قليل، قرأ وين؟ قرأ وراح. وليد مركوبة، هذا وليد مركوبة، ركبوها 15 واحد حتى يطلع هذا الولد المبارك الذي يكذب علينا في البث المباشر. راحت بحجة الحج، خذت فلوس من ريلها. اي والله، قالت له حج يا ابو قتاده، انت هذا ابو سن الحجر الاسود، اي والله ابوس تبرك بي. هي باسته وهم هذا، وصارت حامل خطيه، صارت حامل ورجعت فرحانه، وابو قتاده قال فقيل له يا ابا قتاده انت ما كنت موجود؟ قال ان اخواني المؤمنين قد حملوا عني عناء الجماع. من الاردن، حتى نغير الموضوع، لان انت انا ابقى راح ازف بي، ما راح اتركه. من الأردن لازم تفعل الـ VPN. من الأردن لازم تفعل VPN. ملك البندورة عندكم ما يشغل الواتساب، ما أعرف ليش.